كالعادة كل يوم بيكون عندنا ملخص للحلقات السابقة من مسلسلات رمضان، الحلقات اللي حصلت امبارح. دلوقتي هنبدأ مع حضراتكم هذا الملخص بملخص الحلقات الثامنة من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان. كان فيها أحداث كتيرة جدا هنشوفها دلوقتي من خلال هذا التقرير، سواء بقى الكبير قوي أو مسلسل بابا جه وكمان إمبراطورية مين. الحلقات الثامنة من مسلسلات الدراما الاجتماعية شهدت أحداث مشوقة. الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير قوي شهدت انفجار القنبلة من إيد حزلقوم ولكن خارج الخزنة، وبكده ما قدرش حزلقوم وطبازة ونفادي فتح الخزنة. وبيعاني جوني من حزلقوم والعصابة وبيبلغهم يتنقلوا للخطة الثانية قبل وصول الشرطة، وإن جوني هيروح يجيب سيف الموظف اللي في عهدته المفاتيح. ايه اللي حصل؟ ما كوتش ما فيش، انا كنت واكل لقمتين فبطني كركبت قلت اديها. الله يجرفك، انت تخلص خالص، انا شعري طقطق بسببك. انت لو واكل مالي اليتامى بطك مش هتفرجع الدهر. شهدت احداث الحلقه الثامنه من مسلسل بابا جه محاولات جديده من النجمه نسرين امين او ولاء لكشف كذب هشام او النجم اكرم حسني اللي مستمر في كذبه ضمن احداث المسلسل. وهنا بدأت ولاء في محاولتها اللي بدأتها بمقابلة ياسر لمحاولة الضغط عليه للكشف عن أي خيط يقودها علشان توقع هشام. فيها ولاء؟ هشام فين؟ أنا شعرفني هشام فين؟ ما تتصل بيه وتسأليه، أنا أصلا مش بكلمه ومتخانق معاه. طب ادخل اقعد. ما مش هينفع، عندي مشاوير مهمة. ما تقلقش، نوجة هتستناك، تعالى. في الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة بيقابل عرفان صديقة قديمة له خلال أحداث الحلقة، واللي بتنصحه بضرورة شراء محل علشان يبيع الأعشاب والأدوية الخاصة بيه، ووعدته بمساعدته في تسويق منتجاته. وبيروح حنفي أو محسن منصور لنعناعة وبيطلب الجواز من أختها فلة أو هنادي بهنة، لكن بتستغرب نعناعة بسبب جوازه بالفعل، لكنه قال لها إنه مستعد للتخلي عن أي شخص مقابل إنه يحقق لفلة اللي عاوزاه. قسما بعز الجلال اللي لو طلبت مني وامرت دلوقتي لطلقهم كلهم. انا بس كل اللي بطلبه منك ان انت تشاوريها تاخدي رايها، وكل طلباتها مجابه من الابره للصاروخ وعلى راسي من فوق. مش بس هي وكل حبايبها واولهم انت. وزي ما بيقولوا في الامثال، انا منتظر على اجر من نمر. على ايه يا اخويا؟ اجر من نمر. الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي شهدت مشهد رومانسي في التليفون جمع محمود حافظ اللي بيجسد شخصية محمود أخو زوجة خالد النبوي الراحلة ومديحة أو نشوى مصطفى، لكن بتنتهي المكالمة بسبب استدعاء والدة محمود حافظ ليلى عز العرب. حاضر يا ماما، حاضر، بكلم واحد صاحبي. إيه؟ مفيش خصوصية؟ شهدت الحلقة كمان منع مختار أبو المجد أو خالد النبوي لابنه مروان من الخروج في ساعة متأخرة، وبيحاول مروان إقناعه بأنه كبر ومن حقه يعيش حياته بحرية، لكن خالد النبوي بيصر على موقفه وبيمنعه من الخروج. تلحق تنزل وترجع قبل 12؟ بابا شغل يعني، طب عاملها ازاي دي؟ هروح ساعتين وارجع، ما بلاش يا بابا شغل السندريلا ده بقى والنبي. القواعد ما ضيرتش. هي ايه؟ القواعد زي ما هي. طب انا يعني انا مش عارف اشرح لك ازاي ان انا كبرت. اسمع بقى، مش عايز اسمع كبرت دي تاني خالص في البيت، لا منك ولا من اخواتك. شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد بلاس وان مشاجرة بين شريف سلامة الدكتور أحمد وبنته بعد قيام صديقها بإحضار كلب ليها في عيد ميلادها. بينفعل أحمد على بنته وبيوبخها على وجود الكلب في البيت، واتكلم مع صديقها سيف في التليفون وطلب منه ما يقربش من بنته مرة تانية. مين قال إن الكلب ده هيفضل هنا؟ وما ينفعش حد من بره البيت ده ياخد قرارات في حاجة زي دي، سامعين؟ بس أنا قلت لك وقلت ليلى إن أنا عايزة كلب، وكمان قلت لها إن أنا عايزة يعني انقل الاوضه دي. وانا مش موافق. في ايه يا احمد؟ وبعدين والله العظيم ده كيوت قوي. في ان انا عايش معاكم في البيت ده، وفكره ان انا اجيب كلب او ما اجيبش كلب، بتهيألي دي حاجه المفروض نتكلم فيها مع بعض. الحلقه الثامنه من مسلسل صدفه بطوله ريهام حجاج شهدت خروج صدفه من اسم الشرطه بعد ما تنزلت صاحبه المنزل عن المحضر اللي قدمته، واخدها طارق او عصام السقه وتناولوا وجبه العشاء مع بعض، وجمعهم مشهد رومانسي اعترف فيه طارق ان صدفه اجمل بنت شافها، وقررت صدفة تحكي لطارق قصتها مع فؤاد أو خالد الصاوي. تعرف إنك جميلة وزي القمر، بنت جدعة وبميت راجل وأصيلة، ست كمل، أنت بالنسبة لي أحلى صدفة. هو لما بيكون فيه جرح عميق ومفتوح بندوس عليه ليه؟
نقعد نغرز نغرز. لازمته ايه الكلام اللي ده واخده دلوقتي يا طارق؟